معانا النهاردة صديقة جميلة من زاوية الرياضة. صديقتنا الجميلة بسبب تعرضها لحادث فقدت أحد ذراعيها وأحد ساقيها. بتحاول صديقتنا الجميلة إن هي تتخطى الأعاقة وتواجه كل الصعاب على ساق واحدة. بتحاول صديقتنا الجميلة إن هي تمشي على عكازات من الخشب ولكنها تفشل. وبتكرر صديقتنا الجميلة إن هي تعيش حياتها حتى لو كانت على ساق واحدة وبزراع واحد. تعيش حياة سعيدة رغم كل التحديات ورغم كل الآلام. أصدقائنا من زاوية الرياضة قادرين على الحياة وعلى العطاء.